هي موجوده لا افتكر، هي بس غير لا هي مفعله في اسمها الاتحاد، مش رابطه الانديه، اسمها غير كلمه لجنه رابطه الانديه، الانديه، لجنه الانديه، بس دي ملهاش بس صلاحيات، ملهاش صلاحيات. لان هي بتطلع قرارات او توصيات تتعرض على اتحاد الكوره يقبلها يرفضها. لا، اللي رابطه الانديه المحترفه هي برضو، انا برضو يمكن لو احنا درسنا تملي ندرس الناس وصلت الكلام ده ازاي، ما انا بي ما يعني ابدا من حيث انتهى الاخرون. هم لما جم سنه 92 برضو في انجلترا قال لك لا، في مجموعه انديه ما ينفعش تلعب مع الانديه الثانيه، خلاص. فطلعوا ال 20 نادي دول، حطوا كرايتيريا اللي هي على اساسها مقاييس معينه، المقاييس المعينه اللي هي او المعايير لنادي يبقى محترف وينضم للبريمير ليج. فطلعوا دول بتدير المسابقه، لا اللي هم يبقوا يستحقوا انه يكونوا في البريمير ليج، يعني بالظبط كده، اللي هم المستوى اللي يصعد والمستوى الثاني يبقى اقل وهكذا. فابتدوا من هذا لما اتعملت رابطه الانديه المحترفه، فكلهم قريبين من بعض، عايزين ينجحوا يكسبوا. أيه. مفيش واحد يعني، برضو زي التصنيف عندنا في المقاولات او في الهندسه، في شر مع يعني مقاولين العرب شركه مصنفه درجه اولى. ايوه طب ومعروفه، ما ينفعش انا اخش في منافسه مع شركه لسه باديه، أقل. الفرق كبير في العالم كله، مش احنا كده يعني. فلازم التصنيف يكون متقارب علشان الفكر حتى الامكانيات، فتقدر تعمل مسابقه فيها قوه. فرابطه الانديه المحترفه هي اللي تدير، اتحاد الكوره ملوش دخل خالص. في لجنه او الحكام كلها برضه محترفة ومستقله. صحيح. في بقى جوه الاتحاد بقى اللي هو الاجهزه اللي هي، انا بقول حتى لو طورنا، لو طبقنا دوري المحترفين، لازم اجيب مدير لجنه مسابقات اشتغل في دوري محترف زي ده بتاع تسويق، لا مانع نتعلم. الحقيقه كان في حوار انا سنه من 2005 2006 بنتكلم في الكلام ده، يعني ما اتحركناش خالص، وعدى عليا احنا ما اتحركناش خطوه. هو ده الغريب يا باشمهندس، ما هو ده الغريب. بعدين كان وقتها ما نجيب الكلام يقول لك احنا نجيب واحد يدير المسابقه عندنا، احنا عندنا خبرات. اقول له طيب ما احنا عندنا مدربين، ليه بنجيب مدرب اجنبي؟ بالظبط. ما احنا عندنا مهندسين، بنجيب مهندسين اجانب من بره، لا مانع. الدول بتعترف تقول انا عندي في الحكايه ابدا. وانا شايف ان الاحتكاك مع الخبرات، يعني طبعا رابطه الانديه المحترفه في انجلترا او المانيا او ايطاليا حاجه قويه طبعاً. جدا. اما اجيب منهم حد واحط يعلم لي ستاف كامل، يعني كتير من المدربين النادي الاهلي، ما عدا كلام حضرتك كابتن حسن حمدي لما كان برضو من فترات طويله بنتكلم على الانديه المحترفه، وجاب فعلا حد من الرابطه الانديه الانجليزيه موجود، النماذج كتيره، فكان عمل محاضره طويله. بس يعني دايما احنا وكلمت مع حضرتك، احنا ليه عارفين السكه وما بنمشيش فيها؟ يعني دايما احنا عارفين يا جماعه الصح في الحته دي، مستنيين ايه؟ يعني القصه كلها عارفين، بس المشكله انك يعني احنا عايزين مع حضرتك النهارده بنحط ايدينا على سلبيات ونحط ايدينا على ملفات كتيره جدا، وحضرتك من خلال طبعا تواصل مع حضرتك عندك حلول للكلام دوت. نفسنا الكلام ده يوصل للساده المشاهدين والمسؤولين عشان نبدا كمان. اكيد وصل للمسؤولين يا كابتن هاني. يعني بعض المسؤولين خلي بالك ما بيكونش هاني. عندهم اكيد وصل للمسؤولين. لا مش لا. كلهم اكيد. لا انا هقول لحضرتك حاجه أيام. هو الاول بنقيم الوضع اللي احنا فيه، انا مبسوط بيه ولا لا؟ هو ده السؤال. طب قيم لنا بقى دلوقتي اول حاجه. في ناس ممكن تقول لك احنا كويسين، ده احنا مفيش، يعني هيبقى في مشكله كبيره جدا اللي هي مقاومه التغيير ده في اي حاجه مش في كره القدم بقى. انما في ناس هتيجي بقى لا تعالوا بقى احنا كويسين ولا وحشين، ليه؟ ايه المعايير ان انا كويس ولا وحش؟ صحيح. يعني صحيح. هي مش مساله بالاحساس، انا كويس لان انا بكسب الدوري ومش عارف ايه. مين قال انك كويس؟ هل انت بتحقق التارجتس بتاعتك؟ بتطلع كل سنه كاس العالم؟ عندك كم من اللعيبه المحترفين زي البرازيل وزي دول شمال افريقيا والكاميرون، شوف كم واحد من الكاميرون ونيجيريا، اعداد كبيره. هل احنا كويسين؟ يبقى هتحط الكرايتيريا دي او تحط المعايير والمقاييس
هتطلع في النهايه عليها. انا كويس ولا وحش. انما احنا بناخدها جلوبال كده او عام، احنا كويسين ولا لا، هي مش فصال. في الاول اول حاجه تعترف انك انت عندك قصور، زي الواحد اللي هو حس انه مريض وبيقول انا هروح للدكتور، فالدكتور هيقول له اعمل تحاليل. انما لو راح للدكتور قال له انا ما بشتكيش من حاجه، هيقول له اتفضل روح جاي ليه. صح بالظبط. فلازم اول حاجه، ولازم يكون في اراده للتغيير، اراده بقى جايه من جهه بتقول لا احنا لازم نغير خلاص، الكلام ده ما عادش ينفع. وهو ده اللي حصل في معظم الدول. يعني كان برضو تجربه انا بقول في دوله عربيه اللي هي الجزائر، وكنت قعدت كنت في شغل هناك وشفت الاتحاد شكله ايه، وربطه الانديه المحترفه وربطه الحكام، عايشت ده. فبصيت عليهم لقيت هدوء، فجبت انتوا عملتوا ايه؟ قالك احنا دورنا على النظم القريبه لنا، خدنا فرنسا فرنساوي علشان احنا بنتكلم فرنساوي، وخدنا كل الكتب دي وترجمناها بقت نص عربي ونص فرنساوي، واشتغلنا كل شويه بنعمل عمليه تغيير، ابتدينا من النموذج، وده احسن حاجه طبيعي. واحنا كاتحاد نهتم بالمنتخبات فقط، نبنيهم في فندق، نستثمر في فندق. فلذلك قعدت فتره الجزائر كل سنه بتطلع كاس عالم. طب حضرتك يا باشمهندس